هنلاقي انه اول حاجه لازم drink a lot of clean water especially in summer، وده لازم عشان الفقد اللي بيحصل للميه عن طريق الجلد، وقلنا عن طريق حاجه اسمها sweat gland. ايه المنظر ده كده؟ هي دي اللي بتطلع الغدد العرقيه دي، بتطلع العرق على كل منتشر على كل اجزاء الجلد، وبالتالي بتفقد كميه كبيره من الميه، فانت لازم تعوضها بشرب الكميه المناسبه كل يوم. تاني حاجه من الحاجات المهمه قوي، eat balanced and healthy food that is low in salt. الحقيقه مشكله السالت هنا او الاملاح، هو اصلا الجسم بينتج املاح نتيجه الاكل ونتيجه فضلات الخلايا، فتخيل انت كمان لو اضفت املاح جديده او كميات غير مناسبه وكميات هائله على الجسم، فانت بتمثل عبء على الكلى عشان تبدا تشتغل. طب في الحاله دي ايه المشكله بقى اللي هتحصل؟ طبعا نتيجه الزياده للاملاح هيبدا يحصل او يتكون ما يسمى بالكيدني ستون، اللي هي حصوات الكلى، وحصوات الكلى دي بقى تبدا تتكون وتتضخم في حجمها مع الوقت مع الترسبات بتاعتها، وتبدا تيجي في مناطق مختلفه، مثلا على سبيل المثال ممكن تيجي عند مدخل الكليه او مخرج الكليه، وتبدا تعوق حركه الفلو او حركه ان الدم المنفلتر ما يقدرش ينزل للحالبين، وبالتالي تسد المناطق بتاعته. ممكن تيجي تتراكم على المفاصل بتاعه الجسم وفي الرجل او في الايد زي ما احنا شايفين، وتبدا تكون ما يسمى مرض النقرس. ممكن نتيجه انها مش هتطلع بره جسم الانسان وهتدخل او هتطلع تاني، ما هي دخلت وما اتفلترتش وراحت راجعه تاني، هترجع تاني مع الوريد الاجوف السفلي الداخل للقلب، والقلب هيروح بعتها الى خلايا الخاصه بالرئه اللي هي الالفيولاي، هيبدا يحصل نوع من تتكون عليها او على هذه الخلايا كريستالات من الاملاح، فتبدا تعمل ضيق في التنفس. طبعا كل ده بيؤدي بعد كده الى حدوث حاجه مهمه قوي، ادي شكل النفرون وهي سليمه وهي يعني حيويه، فتقدر تستقبل او تودي الدم ويبدا يتفلتر، وادي اللي خارج. هنا بقى في حاله ضمور او قصور في عمل الكليه، يبدا مش قادر يكمل انه ياخد الكميه كلها ويفلتر. وكان بعض القراءات كده قريتها لبعض يعني المتخصصين في المجال بيقول ان الكليه ممكن تبقى سليمه وشغاله بشكل طبيعي لو ان كفاءتها نزلت لحد 30%، يعني هي 100% المفروض تشتغل، كفاءتها تبدا تقل تبقى 90 تبقى 80 تبقى لحد 30% تفضل كويس، يعني تفقد 70%. من اول ما تبدا بقى من 30 لحد 10% بيحصل حاجه اسمها قصور في اداء الكلى. اقل من 10% ده اللي هو بيسمى بعد كده حاجه اسمها الفشل الكلوي. فاذا دخل بقى مرحله الفشل الكلوي دخلنا بقى في عمليات غسيل للدم، وهنا ادي مثال المريض بيبدا يدخل على جهاز عمليه الدايليزر اللي هو عمليه تنقيه الدم، بيبدا عباره عن الجهاز ده عباره عن مضخه بامب بتسحب الدم من جسم الانسان، وهو ماشي الدم بيعدي على بيضاف له بعض المواد. كلنا عارفين ان الدم لو خرج من جسم الانسان بيحصل له حاجه اسمها جلوتينج او كلوتينج اللي هي التجلط، وعشان امنع دوت بيضاف حاجه اسمها الهيبارين، فدي مضخه بس بتضيف هنا نوع من المواد عشان تمنع تجلط الدم. طبعا في عدادات بقى بتقيس ضغط الدم قد ايه، وبعدين يبدا يدخل الدم في جهاز اسمه الدايليزر اللي هو بيعمل عمليه التنقيه للدم، بحيث انه بيقوم بسحب المواد الضاره ويبدا الماده دي بتدخل اهي من هنا وبتنزل وترجع من الناحيه، بس وهي راجعه بتكون مقابلها الدم في الاتجاه ده، فالدم بيبدا يسيب او يطلع المواد الضاره منه ويطلع بيور ونقي يدخل مره ثانيه الى الجسم. طبعا هنا عشان ما يحصلش دخول لكميه هواء او فقاقيع هواء
بتبدأ تعدي على مصيدة أو تراب كده تخشها وتبدأ تنقيها وتدخلها بعد كده إلى جسم الإنسان، فهي دي عملية الغسيل الكلوي. طبعا نتمنى إن محدش طبعا يتعرض لها لأنها عملية مكلفة ولازم تتعمل أكتر من مرة في الأسبوع، لأن تخيل الدم بيفضل موجود في اليوريتين أو اليوريك أسيد والأحماض دي كلها بتسبب تدمير لي. طبعا ثالث حاجة بقى مهمة إنه keep away from irrigation tunnel to avoid schistoma manesoni أو اللي هي schistoma hematobium اللي هي البلهارسيا المعوية، أو في نوع تاني من البلهارسيا اللي اسمها البلهارسيا البولية. المعوية دي اللي هي بتدخل في الجهاز الهضمي وتبدأ بقى تتكاثر على الكبد وتبدأ تدمره يعني تتفاعل معاه. وطبعا الثانية الشيستوما هيماتوبيوم اللي هي البولية دي بتبدأ تدخل بقى في المثانة، تبدأ تدخل بعد كده في الكدني الكلية نفسها، ممكن تتكاثر عليها وتبدأ تدمرها وتتفاعل معاها. طبعا المرض ده بالذات كلنا عارفين انه ممنوع انه طبعا حد يحصل تبول في الترع او تبرز فيها، لانه الدم بتاعه او البول بتاعه او البراز بيبقى حامل البويضات. البويضات دي بتدخل وتفقس في حلزونات جوه الميه وبعدين تطلع اليرقات وتبدا تستنى جسم جديد تدخل فيه، وهكذا الدوره بتاعتها تظل مستمره من شخص لاخر وهكذا يعني. وطبعا كان اشهر اللي ماتوا بسبب مرض الهريسيا البولية دي كان عبد الحليم حافظ الفنان المعروف. طبعا رابع حاجة اللي هي don't keep urine in urinary bladder for long period to avoid kidney disease. طبعا ما تسيبش نفسك فترة طويلة وانت عايز تدخل الحمام، لازم كل فترة اول ما تحس انك عايز تدخل حمام يبقى تدخل على طول ما تستناش عشان ما يتكومش ويتراكم اليوريا او اليورين جوه جسمك لفتره. ده كده يعتبر الدرس باختصار، لكن يتبقى حاجه كنت قلت لكم عليها في اول الدرس، وهو ليه بقى ربنا حرم لحم الخنزير وتحريمه يعتبر تحريمه لعله ابديه. ما ينفعش اقول انه عشان هو بياكل كذا فلو شلنا الاكل من عنده يبقى هو حلال. لا، الحاجة بقى الغريبة كان في بحث كنت قريته قدمه دكتور في مؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وده موجود على النت وتقدروا تحملوه وتستفيدوا منه في الأبحاث الأخرى وفي هذا البحث تحديدا. الدكتور قدم البيبر بتاعته كانت عن الإعجاز العلمي في تحريم لحم الخنزير، هو دكتور اسمه حنفي محمود مدبولي في قسم الفيروسات أو رئيس قسم الفيروسات في كلية الطب البيطري جامعة بني سويف. البحث خلاصته إيه؟ إنه بيتكلم على لحم الخنزير وبيقول بقى حاجة غريبة جدا فيه. بيقول إنه الإنسان الطبيعي أو حتى الحيوانات اللي إحنا بناكلها اللي هي الأبقار والأغنام والحاجات دي بتقدر تتخلص من اليورين أو اليوريا واليوريك أسيد اللي هي الأحماض اللي موجودة نتيجة فضلات الخلايا اللي اتكلمنا عنها دي، بتتخلص منها بنسبة تصل إلى 80 إلى 98%، ويتبقى حوالي 2 أو 3% من اليوريا واليوريك أسيد داخل الجسم لأداء وظائف أخرى بتبقى مفيدة برضو للجسم يعني. لكن تخيلوا بقى في الخنزير، الخنزير ما بيفرزش من جسمه اليوريا ولا اليوريك أسيد ديت إلا بنسبة 2%، يعني بيتفضل جوه جسمه ومختلط بلحمه 98% من الأحماض بتاعت اليورين اللي هي البول. ومعنى كده إنه طبعا ده يبقى ملوث جدا وفيه كمية هائلة من النجس، تخيل إنه بول يعني. بالإضافة إلى ذلك إنه أنت عندك هنا حاجة اسمها خلايا عرقية اللي هي السويت جلاند مش موجودة في الخنزير، وعلى الرغم إنه بيقول ساعتها إنه مش موجودة في معظم الحيوانات إلا إن الخنزير عشان يرطب نفسه
او يحس بجو رطب يعني عشان يبرد جسمه، بيضطر ان هو يتمغمغ في البول بتاعه او البراز او اي طينة او وحل اي حاجة، المهم ان هو يخفف عن جسمه. فدي كانت اكثر الملامح اللي خاصة بالخنزير. اضف بقى لذلك ان الخنزير في مشكلة تانية. ايه هي؟ انه كمان بياكل الميتة. يعني ايه الميت؟ يعني اي حيوان ميت الدم بتاعه لسه ملوث باليوريا واليوريك اسيد والملوثات دي، هو بياكله بدمه. يعني كمان بيزود اليوريك اسيد اللي موجود عنده، بيزوده باللي بياكله. ضيف على ذلك كمان انه بياكل البول والبراز بتاعه. فطبعا تخيل بقى يعني كم النجاسة اللي بتبقى موجودة في جسمه، وازاي ان الانسان ياكلها. طبعا زي ما قلنا انه لو زاد الاملاح بتاعة النقرس او املاح في الجسم بتؤدي الى حدوث النقرس، والنقرس ده اللي هو قلنا داء الملوك، وده بيجي نتيجة اكل اللحوم اللي بتبقى من بيطلع منها البروتين، وده اللي هو بيطلع منه اليوريا او اليوريك اسيد او اليوريا تحديدا. تخيل بقى انت لما تاكل هذا اللحم اللي كله مشبع باليوريا واليوريك اسيد وتضيفه الى جسمك، فطبعا بيصاب بيكسروا من هذا الطعام او من اكل لحم الخنزير، بيصابوا بالام في المفاصل، لانه نتيجه طبيعيه بقى، لانه هيزود الاملاح، هيزود اليوريا، هيزود اليوريك اسيد في جسمك. ده كده يعني ملخص سريع عن الدرس وعن الموضوع. ممكن نتكلم عن حاجة زي ريفيجن سريع كده. الخرائط الذهنية دي بتوضح لينا ازاي فكرة ازاي لخص الدرس. فاحنا قلنا الاكسكريشن ان هيومن بادي بيتكون من نوعين، في عندي حاجة اسمها سوليد ويست. السوليد ويست ديت اللي هي بتتكون من الاندايجستد فود اللي هو الاكل الغير مهضوم، واللي بيطلع عن طريق اللارج انتستين في الدايجستيف سيستم. اما الويست السيل ويست او اما فضلات الخلايا فبتكون عباره عن كربون داي اوكسيد، وده بيطلع عن طريق اللنج، او نيتروجينيوس ويست اللي هي قلنا عليها اليوريا او اليوريك اسيد، ودي بتطلع على من خلال اليوريناري سيستم في صوره اليورين، او لو عندي اكسس ووتر او اكسس سالت دي بتطلع في عن طريق السكين على شكل السويت اللي هو العرق. يورينري سيستم بتتكون من الاتي، احنا اللي اتكلمنا عنهم، احنا اتكلمنا عن الفانكشن بتاعت اليورينري سيستم، الاستراكشر، اللوكيشن اللي هي هاو تو كيب اليورينري سيستم. فلو اتكلمنا عن اللوكيشن هنلاقي ان احنا قلنا ان هو انسايد ابدومينال كافيتي نير الباك بون. لو اتكلمنا عن الفانكشن بتاعت اليورينري سيستم قلنا انها فلتر البلاد ان اوردر تو ريموف السيلولار ويست برودكت فروم ذا بادي. اما لو اتكلمنا عن الاستراكشر التركيب بتاعها فنلاقيها بتتكون من تو كيدنيز اللي هم وظيفتهم الاساسيه فلتر ذا بلاد او اند جيت رايت اوف ويست. وفي يوريناري يوريترز اللي هم تو يوريترز دولت عشان ترانسفير اليورين فروم كيدني تو بلادر. وعندي بعد كده اليورينري بلادر نفسها اللي هي وظيفتها الأساسية ستور ذا يورين انتل ات ريليز اوت اوف ذا بادي. بعد كده رابع حاجة اللي هي هاو تو كيب يورينري سيستم هيلثي. أول حاجة اللي هي بتكون عبارة عن drink a lot of clean water especially in summer, eat balanced and healthy food that low in salt. ثالث حاجة keep away from irrigation canals to avoid schistosoma mannosoni أو schistosoma hematobium. رابع حاجة اللي هي don't keep urine in urinary bladder for long period to avoid kidney disease. بكده نكون خلصنا مراجعة الدرس. بندخل على بعض الأسئلة اللي بتأكد بس يعني هل المعلومات وصلت ولا لأ. فلو خدنا أول سؤال إن الكربون داي أكسيد and the water vapor are released by the heart ولا اللانجز ولا الكيدني ولا الاستوما، يبقى الإجابة أعتقد
الإجابة هي اللنج. صح، تمام، اللنج. طيب تاني سؤال، اليوريا is expelled by، يعني اليوريا بتخرج عن طريق الهارت ولا الاستومك ولا اللنجز ولا الكدني؟ الإجابة الصحيحة الكدني. تمام، السؤال الثالث، ال blood carries waste to special organ which، عشان يعني إيه؟ ال blood بيحمل ال waste الفضلات عشان ال special organ، عشان يعمل إيه؟ which use them ولا get rid of them ولا break them ولا burn them؟ أعتقد الإجابة هي دي، get rid of them، يتخلص منهم. طيب رابع سؤال، لو إحنا اتكلمنا عن ايه سيستم كلاريفاي البلاد، فروم يوريا ولا يوريك اسيد ولا اكس سولت اند ووتر؟ ايه السيستم؟ هل في سيستم اصلا كده ولا يورينري سيستم ولا دايجستيف سيستم ولا سيركولاتوري سيستم ولا نو سيستم؟ مفيش سيستم يعني كده، لا اكيد طبعا في يورينري سيستم. طيب لو قلنا ايه النارو تيوب that allow urine to reach the urinary bladder، يبقى اليوريثرا ولا اليوريتر ولا الكيدني ولا الأرض؟ الإجابة P، هي اليوريتر. طيب السؤال السادس، the kidney has A or N shape، يعني بين شيب ولا بي شيب ولا بنانا شيب ولا أورانج شيب؟ أكيد الإجابة E، يعني بين شيب. Each kidney contains about 5 minute tubules that filter blood from waste. في الإجابة بقى في الأنسر A 1 مليون ولا 2 مليون ولا 1000 ولا 2000؟ صح 1 مليون. طيب آخر سؤال، to maintain the integrity of the urinary system you must follow all the following except، يجب اتباع الآت ما عدا، except يعني ما عدا، drinking suitable amount of water ولا urinating in irrigation canal ولا avoid keeping urine for a long time ولا eating balanced food that is low in salt. أعتقد الإجابة B اللي هي طبعا ممنوع إنك تعمل urinating in irrigation canal، التبول في الزرع والمطر. وبكده نكون خلصنا يعني درس عن اليورين سيستم، واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ومعادنا باذن الله في